أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن الحادث الإرهابي الإجرامي الذي استهدف أبناء محافظة البصرة هو محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلد. وأوضح صالح في تغريدة على حسابه في تويتر أنه لا خيار أمام العراق سوى توحيد الصف ودعم الدولة وأجهزتها الأمنية، مشيرا إلى ضرورة التكاتف وحماية الأمن والسلم المجتمعي ومعاقبة الجنات.